فكل عام وأنتم بخير بهذه المناسبة السعيدة. فالسيدة العذراء السيدة مريم لها عندنا في كتابنا مكان ومكانة، فهي الطاهرة المطهرة التي قال أو ذكرت في القرآن الكريم في آيات كثيرة، ومن كثرة أو مكانتها سميت سورة عندنا في القرآن الكريم بسورة مريم لطهارتها ونقائها ومكانتها عند ربنا سبحانه وتعالى. ونحن نشارك أيضا الإخوة المسيحيين بهذه المناسبة وبهذه المكانة. ونبينا الحبيب صلى الله عليه وسلم كانت أول هجرة في الإسلام كانت إلى بلاد الحبشة عند الملك النجاشي الذي قال عنه صلى الله عليه وسلم: اذهبوا إليه فإن أو اذهبوا إلى أرض الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحدا. فيعني نحن جميعا اجتماعيا نعيش إخوة متحبين على أرض واحدة بدءا من بعثة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. فالمسلمين والمسيحيين إخوة لا يفرق بينهم أحد، فهم إخوة متحابين. الجمع الكريم الحضور، نحييكم جميعا بتحية مباركة من عند الله، فسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته، وكل عام وأنتم بخير بهذه المناسبة السعيدة، مناسبة عيد صعود السيدة العذراء السيدة مريم، عليها وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. بادئ ذي بدء نيابة عن معالي الأستاذ الدكتور السيد حمودة مدير إدارة أوقاف شرق مدينة نصر، وباسم أخي الأكبر فضيلة الشيخ فتحي الجهري مدير مكتب الأمل، وزميل العزيز والخلوق فضيلة الشيخ محمد ربيع، والسادة الزملاء الأعزاء الأئمة الكرام، نتقدم إليكم جميعا وعلى رأسكم السادة القسس وإخوانهم، والسادة أيضا القائمين على أو ممثلي حزب مستقبل وطن، والسادة الحضور جميعا.